قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هذا الباب أخذ أهل السنة والجماعة بهذا الأصل، وهو مجانبة أهل البدع والنأي عنهم بكل سبيل وفي كل سبيل. ويظهر هذا أو يظهر الفقه في هذا من خلال أمور: أولاً، لأجل صيانة الدين وبقائه محفوظاً، أهل السنة جماع منهجهم 5 أمور: التزام السنة والأمر بها، ومجانبة البدعة، والنهي عنها، والنأي عن أهلها. هذه الأمور بها تكمل صيانة هذا الدين وتحفظ هذه الشريعة، وهذا من الواجبات المتحتمات على جميع المسلمين. هذا الدين يجب أن يبقى محفوظاً غضاً، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام. هكذا ينبغي أن يتلقاه الإنسان وأن يسلمه إلى من بعده، كما جاء من عند الله عز وجل وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو فتح الباب لأهل البدع والأهواء لأجل أن يدخلوا في دين الله عز وجل محدثاتهم، فحدثوني بالله كيف سيكون الحال اليوم لو كان هذا الأصل الأصيل ما استعمله أهل السنة والجماعة؟ كيف سيكون الأمر لو قدرنا أنه في السنة الواحدة ترك المجال لأهل البدع أن يدخلوا بدعة أو بدعتين أو 3 بعد 1400 سنة؟ كيف سيكون الحال؟ سيكون دينا آخر مستقلا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من فضل الله ورحمته أن قيض أهل السنة لمنابذة أهل البدعة وردعهم والوقوف في وجوههم حتى يمنعوهم من أن يقحموا في دين الله عز وجل محدثاتهم. وهذا ملحظ مهم ينبغي أن تتنبه له. ما كان هذا الأصل نابعاً عن شدة كما يقولون ذاتية أو سوء خلق، حاشا والله وكلا، إنما كان هذا لأن أهل السنة يحبون دين الله عز وجل ويحافظون عليه، وهذا من الواجبات التي ينبغي أن يطلع بها أهل العلم والسنة. الأمر الثاني أن المخالطة توهم الموافقة. مخالطة أهل البدع ورؤوس الإحداث في الدين لا شك أنها توهم موافقتهم فيما هم فيه، وهذا سيقوي جانب البدعة ويرفع لواءها ورايتها، وهذا مناقض لمقاصد الشريعة. فلأجل هذا لزم أهل السنة هذا الأصل، وهو مواجهة المبتدعة والمباعدة عنهم. الأمر الثالث لأجل حرص أهل السنة على سلامة أنفسهم، فإن في مخالطة المبتدعة ومجالستهم ومعاشرتهم ما قد يعود بالضرر الوبيل على أهل السنة أنفسهم، فيضعف عندهم تعظيم السنة أو تعظيم البدعة وشعورهم بخطرها وفداحة أمرها، لأن الأمر كما قال الناس كثرة الإمساس تقلل الإحساس. مخالطة المبتدعة على ما هم عليه
تراهم كل يوم وكل ساعة يبارسون هذه البدع، هذا سوف يخفف وطأتها في النفوس، ولا شك أن هذا أيضا مخالف لمقاصد الشريعة. الشريعة فخمت وعظمت وأغلظت في شأن البدع وحذرت منها أشد التحذير. مخالطة المبتدعة تؤدي إلى التهويم من أمرها، ولربما تسربت إلى قلوب بعضهم، فإن هذه المخالطة سوف تجر إلى المحبة، والمحبة تجر إلى الموافقة، وهلم جرة. فحسم الباب وسد الذريعة أصل شرعي. الأمر الرابع أن هذا المنهج الحازم مع المبتدعة فيه ردع للمبتدع نفسه، وفيه نصرة له، لأن نصرة الظالم مطلوبة ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تنصره ظالما؟ تردعه عن ظلمه. هجر المبتدعة وزجرهم يؤدي إلى أن يعيد النظر في نفسه، ربما يقع في تشكك فيما هو فيه، ربما يؤدي إلى رجوعه إلى جادة الحق. وكم انتفع الواقعون في البدع من هذا المنهج. ومر بنا إن كنتم تذكرون قصة عمر رضي الله عنه مع صديق، كيف كان الحزم في التعامل معه مؤثرا فيه حتى رجع عما كان عليه. وفي مقابل هذا خلطة المبتدع والتماهي معه سيؤدي إلى أن يقوى قلبه، بالتالي يستمر فيما هو فيه. فكان من الحزم ومن الحكمة أن يسلك هذه السبيل. الأمر الخامس أن هذا الموقف الحازم من المبتدعة فيه رحمة بعامة المسلمين الذين ليس عندهم من الفقه والعلم بالشريعة ما يحول بينه وبين التأثر بالمبتدعة وعليه، فإن هؤلاء العامة لو رأوا المصاحبة الظاهرة والتساهل في التعامل مع المبتدعة فإن هذا سيؤدي إلى أن يهون أمر البدع، وربما تتسلل إلى نفوسهم إذا رأوا أهل العلم والمعروفين بالسنة يسلمون ويصاحبون هؤلاء المبتدعة، سيقولون إذن هؤلاء على خير، ولو كانوا على خلاف ذلك لا هجروهم وتركوهم. وكم جر هذا شرا على العامة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير قصة فيها عبرة، وهي أن أبا ذر الهروي كان مالكيا أشعريا، مع أنه كان من هرات وهي في خراسان اليوم في أفغانستان، ومع ذلك هو ماذا؟ مالكي أشعري. فسئل عن سبب ذلك فقال كنت أمشي مع الدارقطني في بغداد فلقي القاضي أبا بكر الباقلاني فالتزمه وقبل وجهه وعينيه، ثم لما انصرف سألته من هذا؟ فقال هذا القاضي أبو بكر، هذا الذي هو إمام للمسلمين والذاب عن الدين وأثنى عليه وعظم أمره، يقول فمن تلك الساعة
صرت أتردد عليه. اكتسب هذا المذهب وصار مائلا إلى المذهب الأشعري بسبب هذا التصرف الذي كان من الدارقطني رحمه الله تعالى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أبا ذر هذا هو الذي دعا إلى المذهب الأشعري في مكة، والتقفه أو تلقفه منه من كان في مكة في ذلك الوقت من طلبة العلم وعلماء المغرب، فانتقل المذهب الأشعري إلى المغرب العربي والأندلس بسبب هذا التصرف. وإلا فالناس في تلك الجهات كما يقول الذهبي قبل ذلك ما كانوا يشتغلون بعلم الكلام، كانت عنايتهم بالحديث والفقه واللغة العربية، وما كانوا يشتغلون بهذه البدع، لكن انتقلت بسبب أنهم أخذوا هذا. وأبو ذر كان محدثا مشهورا، تلقفوا أيضا عنه هذا المذهب الكلامي ونقلوه وفشى وانتشر. فلا تحقرن سبيبا كم جر أمرا سبيب، صغار الأمور قد تعود إلى أخطار كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. الأمر السادس، الخوف من مقت الله سبحانه وتعالى، فإن المقام مقام ديانة، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذا الأمر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، حاضر المنكر غير المنكر كالفاعل. انتبه، حاضر المنكر غير المنكر، غير المنكر مطلقا، لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، حكمه حكم الفاعل، إنكم إذن مثلهم. فيخشى الإنسان والله من أن ينزل عليه غضب الله عز وجل ومقته وهو يخالط هؤلاء المبتدعة، ولربما مارسوا أثناء حضوره شيئا من بدعهم. فينبغي عليه أن ينبغي على المسلم أن يحرص على السلامة في دينه، فهذا أولى ما عنيت به، أن يسلم دينك، وما سوى ذلك فالخطب فيه سهل، المهم أن تسلم عند الله سبحانه وتعالى. والضرر والخطر كله في مخالطة أهل الأهواء، والله المستعان. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم إلى آخره.